أحيانا كثيرة بنحس إن ربنا مش واخد باله مننا، مسافر ولا نايم، ولا مش مبالي بينا، ولا مش واخد باله من حنا. الأمواج هتغطي السفينة وكان هو نائما. مش ساعات بتحس إن ربنا تأخر عليك، إن ربنا نايم ولسه مصحيش؟ لا، ده في آية مهمة جدا، في آية في المزامير تقول عيناه تبصران وأجفانه تمتحن بني آدم. يعني هو مفتح عينه عليك وهو مغمض بيختبرك، يشوفك هتعمل ايه. ساعات بيتأخر، ما جات له الرسالة، والرسالة بتقول له لعازر اللي بتحبه، مش اللي بيحبك، لعازر اللي بتحبه مريض وتخخر مرضيش يروح، ومات لعازر ومرضيش يروح، وبعد يومين مرضيش يروح، وراح له بعد ما نتن بعد 4 أيام، لدرجة ان عتبوا عليه، لو كنت هنا ما كانش مات أخويا. مرسى ومريم قالتها، لكن يسوع ايه لاخرك يا يسوع؟ ما انا لو رحت لما قالوا لي لعازر مريض كنت هروح واشفيه، وهو واحد المحتاجين للشفاء عمل ايه؟ شفاهم. ده انا هعمل معاه معجزة يتمجد فيها اسم الله، ودي كانت اعظم المعجزات، اعظم المعجزات. عشان كده تقدم تلاميذ وايقظوه قائلين يا سيد نجينا فإننا نهلك. السفينة هتغرق. طب وماله؟ هو ربنا مش انت يا رب قلت ادعني في وقت الضيق انقذك فتمجدني؟ احنا عملنا كده بندعوك. قال لا، انتوا قليلي الايمان. ليه؟ لان سمعتوا عظتي على الجبل والكلام اللي انا قلته، وشفتوني لما شفيت البرز بلمسة، وشفتوني لما بكلمة أقمت غلام قائد الماء، وشفتوني لما انتهرت الحمى، وعرفت إن أنا هو. طب لما تيجي الأمواج وتغرق السفينة مش أنا هغرق معاكم؟ ميتيه اللي تغرقني ويسوع معاي، إنه مية تقدر عليا، إنه غرق هيغرقني. مفيش غرق هيغرقني. عشان كده قال لهم قليلي الإيمان. هو معانا. في واحدة ست كان عندها بنتها وترملت عليها وهي سن 21 سنة، كبرت بنتها واتجوزت وخلفت، وهي عاشت في خدمة يسوع، وهي على فراش الموت كان سنها 82 سنة. حفيدها بيقول لها يا تيتا، بعد الحياة اللي عشتيها كلها ليسوع، لو يسوع اتخلى عنك وداك جهنم مش تبقي خسرت كل حاجة يا تيتا؟ ردت عليه بحكمة وقالت أيوة يا ابني، لو يسوع وداني جهنم أبقى خسرت كل حاجة، بس هو يبقى خسر أكتر مني، وعمر يسوع ما يخسر، لازم هو اللي يكسب في الآخر، هو اللي يكسب في الآخر. إن كان معانا مين علينا؟ إن كان الله معنا مين علينا؟ إذا كان في السفينة محدش يقدر علينا، محدش يقدر علينا. لما يجي الشيطان ويقول لك انت اقليه، قول له معنى الاغلبيه. لما يجي الشيطان ويقول العين عليكم عشان تفنيكم، قول له عين ربنا علينا من اول السنه لاخرها. ما تخافش، ما بالكم خائفين يا قليلي الايمان.